أفادت مراسلة العربية في الكويت عن إقرار مجلس الوزراء إنهاء الحظر حظر التجول الجزئي اعتبارا من أول أيام عيد الفطر، إضافة إلى فتح أغلب الأنشطة الرياضية والترفيهية والسينمائية للمطعمين، إضافة إلى المطاعم والمقاهي عامة باستثناء خدمات الشيشة. القرارات التي يجري دراستها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء جاءت بتوصيات من لجنة كورونا بعد تجاوز عدد جرعات التطعيم 1.5 مليون جرعة. وأوضحت اللجنة أن الوضع الراهن للوباء لا يسمح بعودة الحياة الطبيعية وممارسة الأنشطة العامة حتى تصل نسبة متلقي اللقاح إلى 60%. تنضم إلينا من الكويت الزميلة شاهد المتروك. أهلا بك شاهد، حدثينا أكثر عن قرارات الحكومة الكويتية الأخيرة المتعلقة برفع الحظر الجزئي. نعم محمد، طبعا سيكون رفع الحظر ابتداء من أول أيام عيد الفطر سواء كان يوم الأربعاء أو حتى يوم الخميس من هذا الأسبوع الجاري. طبعا هذه القرارات جاءت بعد أكثر من شهر للحظر الجزئي والذي يبدأ من الساعة 7 مساء وينتهي عند الساعة 5 صباحا. لا تزال طبعا أعداد الإصابات مرتفعة لكنها مستقرة عند هذه الأرقام ما بين 1100 إلى 1200، رغم أن هناك كان انخفاض بسيط عن الأرقام التي كانت تعلن عنها وزارة الصحة ما بين 1100، أمس كانت تقريبا 990 حالة. طبعا هناك المزيد من القرارات، قرارات بتخفيض أو تقليل القيود التي فرضتها الحكومة ووزارة الصحة، منها طبعا إعادة فتح دور السينما بعد إغلاق دامة لأكثر من عام، لكن أيضا دور السينما لن تستقبل إلا الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، لذلك يجب أو في حال كان الشخص يرغب بالذهاب إلى السينما والاستمتاع يجب أن يكون مطعما. وهناك طبعا بعض الإجراءات الاحترازية داخل حتى دور السينما بترك المقاعد لترك طبعا مسافة التباعد الاجتماعي. المطاعم ستكون مفتوحة حتى خلال فترة مسائية بما أن الحظر سيتم رفعه ابتداء من أول أيام العيد، لكن لن يكون هناك جلوس في المطاعم وإنما فقط باستقبال الطلبات الخارجية، المطاعم والمقاهي. الشيشة أيضا ستستمر بوقف العمل فيها، لن يتم السماح بعودة الشيشة إلى إشعار آخر. أيضا هناك حملة تقوم بها وزارة الصحة من أجل تطعيم أكبر عدد ممكن من الشعب، يعني سواء مقيمين أو مواطنين. حملتها بدأت منذ أمس بدخول المجمعات التجارية وتطعيم الموظفين في هذه المجمعات. أمس كان هناك مجمع واحد تم تطعيم فيه قرابة 10,000 موظف، اليوم في مجمعين يتم تطعيم فيهم 6,500 موظف في المجمعين. طبعا تهدف وزارة الصحة يعني الدخول إلى هذه المجمعات التجارية من أجل يعني أو استهداف الموظفين تحديدا وتطعيمهم. التطعيم الموجود حاليا والمتوفر في الكويت هو لقاح فايزر، هناك تأخر من شركة أوكسفورد في توريد أو تصدير اللقاح للكويت، لذلك هناك تأخير أيضا في أخذ الجرعة الثانية من لقاح أوكسفورد. ما شاء الله عليك، جاوبت على كل شيء يا شهد. على العموم العيد عيدين هالمرة في الكويت، وسباق مع الزمن لزيادة عدد المطعمين من فيروس كورونا. شكرا شهد وكل عام وانت بخير.